مرحبا أصدقاء، اليوم عندي وصفة الكيك. عندي 7 بيضات، كوب سكر، برش برتقال أو ليمون، نكهة جوز الهند، فانيلا، ملعقة صغيرة ملح، ملعقة صغيرة خل. هنا عندي 1/4 كوب زيت، علبة قشطة، كوبين طحين، زائدا 1/2 كوب نشا. بعد ما خفقتها 10 دقائق أضيف الزيت وأضيف القشطة، وبعدين أضيف المواد الجافة. صبيت القالب، راح أدخله للفرن. هسة طلعتها من الفرن، راح أسويها بالقالب اللي أريدها على شكل بيضة وأزينها. جبت ورقة على شكل تكون بيضة، بس راح أخليها هنا مجرد ما أحدد أطرافها وأقص الكيك. هسة ورا ما قطعت الكيك على شكل بيضة، جبت ورقة ثانية هم نفس الشي راح أحددها وأطلع هذا جزء من الكيك. هاي الكيكة الثانية راح أدخلها للفرن. هسه هاي هي الكيكة الثانية، راح نسوي كريمة الجبنة اللي هي 200 غرام جبنة، 100 غرام زبد، زائدا 100 غرام قشطة أو جيمر، باكيتين أو ظرفين كريم شانتيه، زائدا فانيلا أو أي نكهة تريدوها أنتو. راح أسقيهم كريم كراميل، بودرة كريم الكراميل كتسقية.